المفتوح يولي وحروف الزين. حروف الزين مكملين هم اكيد ورسمينهم مع البروفيسور صلاح الدين سلاوي دائما مع تقنيه حقن الدهون. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير. مرحبا. شكرا جزيلا. جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى المستمعين. الله يبارك فيك. شكرا. اذا تقنيه حقن الدهون البارح تكلمنا على التعريف ديالها، المناطق اللي كتستفد منها هذه التقنيه. اليوم بغينا نعرفوا كيفاش كتتم هذه العمليه، كيفاش نسهلوا يعني ونبسطوا ونقربوا المستمع وما نخوفوش من هذه التقنيه ديال حقن الدهون. فعلا وهي فعلا تقنيه اللي بسيطه وما فيها ما يخوف، ما فيها غير ما يفرح. لانه فهمتي كيقولوا بالدارجه بزيتو كتقلي، حيت من الشحمه تاع الانسان. نعم. اللي موجود ماخوذه من الذات ديال الانسان. زيتنا في دقيقنا فوالا كناخذوها هي كنستعملها. اذا ما كاينش كيتقبلها الجسم بسهوله ومزيان بدون مشكل، وما كاين لا ما كاين لا ما كاينش ما كيرفضها ما كاين حتى شي مشاكل. وفعلا اذا هي بسيطه. فعمل الحقن الدهون كما قلت لك هو من قبل كان دائما منين ظهرت عمليه شفط الدهون في الثمانينات كان كيخمو كيفكروا الاخصائيين باش داك الدهون داك الشحمه اللي كتشفط وكتلح واش يمكن نستعملوها نستعملها ونستفد منها الانسان في عده مناطق اخرى اللي هي محتاجه باش تعمر باش تملا. شكون مول هاد يعني هاد التقنيه هذه؟ هو هي الاستعمال مشتركه ولا هي عن تجارب يعني تطورات؟ استعمال نتاع الشحمه باش في حقن باش نعملوا بها هي كتدار كانت من زمان. ولكن ما كانتش كتنجح. نعم. كانت داك الشحمه كتذوب. والان ولات عرفت هذا الاقبال الان ولات كناجحه الشحمه اللي كنزرعوها كتقبط وكتبقى عايشه من بعد ما وقع دخل واحد التقدم في التقنيه. التقنيه في الالات بفضل فعلا باش نجاوبك على السؤال ديالك. واحد الطبيب واحد المختص في جراحه التجميل الامريكي سميتو كولمان. اييه. فهذا السيد هذا هو اللي نقولوا هو اللي ابرز للوجود السبق مؤخرا يعني واحد 10 سنوات ما كاملاش. انا نجحت لي هذه العمليه. كيفاش؟ نجحت لي 100%. هو اللي ضبط القواعد التقنيه وحتى المواد الالات اللي كنستعملوا الالات. نعم. فهو ضبط واحد العدد ديال التدقيق واحد الجزئيات. نعم باقي عايش هاد كولان التفاصيل مازال عايش وكيجي عندنا المغرب. مزيان مرحبا به. اللي كنتعاملوا معاه كثير. نعم. مازال حي يرزق ويشتغل. نعم. فهناك واحد يعني دقق وثبت التقنيه وكذلك الالات. ومني كنحترموا هذوك داك التوصيات وك الجزئيات وكنستعملوا الالات ديالو. نعم. النتيجه كتكون ناجحه مذهله اكثر من 70 او 80%. كيفاش كتتم؟ اييه. العمليه هو كاين واحد الفرق. اييه. اولا كناخذوا الشحمه. وغادي نحض كاين ثلاثه المراحل. المرحله الاولى كناخذوا الشحمه. ها هي. المرحله الثانيه كنحضروها. ها هي. المرحله الثالثه كنديروا الحقن ديالها ونصفيوها. صفيوها هي التحضير. هي المرحله الثانيه. هي الثانيه. طيب كناخذوا الشحمه. ملي كنجيو ناخذوا الشحمه ما كناخذوهاش بنفس الطريقه ديال شفط الدهون. نعم. العمليه شفط الدهون ماشي بسفافد. ايوه تمام. شفط الدهون كيتخاد واحد السفافد بحال اللي قلتي داك السفود. وداك السفود كيكون متصل بواحد الاله. اللي كتصف الشحمه تشفط. بواحد القوه. نعم. كتشفط الشحمه بواحد القوه. ولكن ملي كنكونوا بغيتوا تاخذوا كنويو غادي نستعملوا هذيك الشحمه الحقن الدهون الحقن كتختلف التقنيه باش يمكن كتختلف. علاش؟ لانه باش يمكن العمليه الحقن تنجح كيخص الشحمه تبقى في الجسم. وباش يمكن لها تبقى طول في الجسم خص الشحمه والخلايا تاع الشحمه يبقاو حيين. نعم. وباش يبقاو حيين كيخصنا نحولوا عليهم نحافظوا عليهم. لا في الوقت اللي كنجيو ناخذوا الشحمه ولا ملي كنجيو نحقنوها. والطريقه يعني تماما بحال اللي كتنقل شي غرس ولا شي ورده من محل لمحل اخر. نعم. فملي كتجي كيخصك الا بغيتي ملي تعاود تنقلها تنجح لك العمليه كيخصك داك ملي تاخذ هذاك الغرس اول ورده كيخصك تاخذها بواحد الاحتياطات وتحول عليها وتاخذها بالجدر ديالها
نعم. وكذلك التربة فين كديرها كيخص تعاود ديرها فواحد التربة اللي هي ملائمة طيبة وهذا وتسقيها إلى آخره. فهذا إلا درتي هاد الاحتياطات داك الغيس كيمكن له يقبض يبقى طول الحياة. كذلك الشحمة إلا خديتي الاحتياطات منها اللي النص اللي كيلح عليها الطبيب اللي هضرنا عليه كولمان كتبقاو داك الخلايا نتاع الشحمة كيبقاو عايشين والشحمة كتندمج مع المكان والتوب الجديد في الجسم اللي درنا اللي حقنا فيه وكيمكنها تبقى عايشة طول الحياة مادام داك المحل اللي درنا فيه الشحمة حي. فإذا ملي كنجيو ناخذ الشحمة بحال باش نرجعوا ما كناخذوهاش بالآلة وبالسفوت كناخذوها غير بالإبر وهذاك الضغط باش كنسفوها كيكون قليل باش الخلايا ما كيتفرقعوش كيبقاو صحاح الكميات كتاخذوها قليلة جدا قليلة وبالحقل وحتى باش الخلايا يعني ما كتبقى صحيحة ونفس الحقن اللي كتستعملوا نيت في حقن الدهون لا. يعني لا ماشي هو ماشي نفسهم الإبر باش كنديروا باش كناخذوا الشحمة شوية شيء ما كبار اللي كنديروا بهم الحقن كيكونوا أصغر صغار فكناخذوا بواحد الإبر هذاك الشحمة بواحد الضغط قليل ما كيخصناش نصفو بالجد والبلاصة كتكون المنطقة كتكون يعني فيها تخدير محلي دائما في غالب الأحيان نعم ما خطأ إلا كان مثلا نحتاجو كمية كبيرة فمثلا كنا غنديرو الحقن غير ديال الوجه أو ديال اليدين كنحتاجوش الكمية كبيرة إذن المحل اللي غناخذو منه الشحمه كيكون تخدير غير محلي وكذلك الوجه واليدين تخدير محلي والانسان كيمكن له يدير هادشي فتخدير محلي ويخرج من الماء الصحه في الوقت اللي ولكن الا كنا غنديروا في نفس اليوم كديروا دوك هاد جوج عمليات تاخذوا الشحمه تحقنوا الشحمه طبعا طيب خصها تبقى طريه تشعل ما كاينش ولكن غادي نديروا مثلا حقن نتاع باش نعمل ديال الحقن ديال الثدي تكبير التالي أو المؤخرة كيخصنا كمية كبيرة إذن كيمكن نديرو تخدير حتى لما كانش عام إذا كان التالي كيخص يكون تخدير عام ولكن المؤخرة تخدير النصف الأسفل نتاع الجسم بحال البيريديوغال ولا العشاء هذا سؤال وخاصة بقراسو وإلا ما لقيتو الشحمة بروفيسور إلا ما لقيناش الشحمة ما كيناش كاين الوسائل الأخرى نعم. يعني كنستعملو إما الحامض الهيالوروني الأسيد الهيالورونيك ولا الأكياس نتاع السيليكون سواء في المؤخرة ولا التدين حنا متفقين الأكياس نعم ولا في الساق تهما تهما كيكونوا يستعملوا الأكياس ديال السيليكون كاين أكياس السيليكون معمولين خاصين لهاد المناطق وبالنسبة لحناك لليدين بالنسبة لليدين ما كاين غير إما الشحمة أو الحامض لاسي ديال الغني هذا نعم أو البي إر بي دابا هذاك اللي هضرنا عليه أو وبالنسبة للوجه كذلك إما لاسي ديال الغني الحامض أو الشحمة حقن ديال الدهون طيب خديت باش نرجعوا للتقنية إذا خدينا الشحمة بشوية هذيك الشحمة كدير في واحد الآلة كتسمى سونتريفيجوز باش كتصفى ماشي مدة طويلة واحد 3-4 دقائق وكان ملي كتصفى الشحمة في قلب هذيك الإبرة ولا لا سوغينغ كتقسم ذاك الشحمة على ثلاثة ديال الأجزاء الفوقاني كيكون فيه الزيت والتحت كيكون المواد اللي كاين شي شويه تاع الدم او ديال السيروم مع التحت وفي الوسط هو اللي كتبقى الشحمه خالصه فاحنا كنحيدوا داك الزيت كنحيدوا المواد اللي ماشي شحمه كلها اللي تحت كنخليوها الشحمه خالصه صافي وهذيك هي اللي كنستعملوا وكنحقنوها ملي كنجيو كنحقنوها كنحقنوها بواحد نوع من الابر اللي له مرقق جدا جدا نعم. طيب انا تخيلت هاد الشحمه شويه واقفه كيفاش كتقدروا انكم تجبدوها بهاد السرنج الرقيقه اللي كتحقنوا بها حيت هو في الحقيقه قبل من يمكن هذه جزئيه فعلا ما قلناهاش وهو قبل ما ناخذوا الشحمه ذاك المحل اللي غناخذوا منه الشحمه كنديروا فيه كنحقنوا فيه واحد السيروم وماده اخرى اللي كتسهل وكتجري الجريان ديال الشحمه وباش وكذلك باش ما كيوقعش باش ما كيوقعش نزيف او ما كيضيعش الدم واحد الادرينالين باش الشحمه كناخذوها بلا دم نعم
كاين يعني واحد الماده واحد الخليط كيدير السيروم ولا الادرينالين، هاد المواد باش الشحمه كيتسهل في الخروج باش نخرجوها وكتكون نعم. سهله وباش ما كيجيش معها الدم كتجي غير الشحمه بوحدها. اذا كنعاود دابا بهذاك الايبال بواحد الضغط صغير ما خصش ندرو كميه كثيره، وحتى الكيفيه نتاع الوضع ديال هذيك الشحمه في المناطق اللي غنحقنوها ما كتديش باي طريقه، فهمتي كيكون كندير بحال خطوط نتاع هذيك الشحمه، وهذيك الشحمه ما خصش ندير كثر كثير، ما خصش الانسان يطمع ندير بزاف خط الشحمه باش تبقى عيشه، تبقى الشحمه منفوهه مريحه، ما خصش تكون مضغوطه. المحل اللي غنديروا فيه الشحمه خصو ما يكونش ما نديروش عود بزاف نحقنوا اكثر بدون حدود، خص داك الشحمه اللي غتبقى باش يمكن تعيش تكون عيشه تبقى مفوهه، ما تكون ما يكونش مضغوط عليها. الا طمعتي بزاف وعمرتي اكثر من حق الشحمه، كل الشحمه كلها غتضغط وكل شيء غيموت وكل شيء غيضيع. نعم فخص الانسان ما بينه وبين يحاول هذا العمليه. نعم العمليه كتتم، وكما قلت لكم ملي كنتخذوا هذه الاحتياطات العمليه كتكون ناجحه. شنو الاثار ديال العمليه المريض مثلا بعد العمليه؟ شنو باش كيما قلنا هذا حقن الدهون كيعطي نتائج ممتازه، كما قلنا في الوجه، في تكبير التالي، تكبير المؤخره، تكبير الساق، في الايدي الى اخره، وكذلك من غير التجميل في الاصلاح عدد تاع الناس اللي عندهم تشوهات خلقيه اللي عندهم الوجه ضعيف كيضعاف، كاين اللي كيخلق وجهه كيضعاف او ما عندوش التدي او عنده المخلفه نتاع العم نتاع شي حادثه او لا، هادو كلهم كينفع فيهم هاد حقن الدهون، ماشي غير كيملؤوا حتى الجوده نتاع المحل الجلد. نعم. ديال المحل اللي كنديروا فيه هذاك حقن الدهون الجوده نتاع الجلد كتحسن وكتكون احسن. اللي كاين هو انه انا قلت لك في استثناء التدي، التالي كيطلب تخدير عام، المؤخرة كتطلب تخدير ديال النصف الأسفل هي والساق، شي الأخر كيكون تخدير محلي، فكاين يكون شوية تاع انتفاخ واحد أسبوع أخص بحال إذا عملنا حقن الدهون في الوجه، كيبقى الوجه شوية منفخ واحد السيمانة، واحد السيمانة، ومن بعد كيتفش كيرجع لحالته الطبيعية. اللي يعرفوا الناس أنه في غالب الأحيان واحد داك النتيجه اللي كيحصلوا عليها في الاول راه كتنقص واحد 20 او 30% من بعد العمليه، لانه ملي كندوي العمليه اللي كيكون شويه نتاع انتفاخ، واحد انتفاخ عنده علاقه بالعمليه ماشي بالشحمه اللي عملنا، ماشي بالنتيجه. فملي كتزول داك لودام نتاع العمليه وداك النفاخ كيبقى كيبقى 70 او 80% كله شحمه. نعم. ولا قبطه الشحمه كيمكن لها تقبط وتبقى سنين طويله، يعني المفعول ديالها كيدوم سنين طويله، ويمكن لها تبقى حتى طول الحياه، حتى حاجه ما كتبنى. شكون الناس اللي ما خصهمش يديروا هذه العمليه يبعدوا عليها؟ ما يديروهاش الناس اللي عندهم اسباب صحيه، يعني اسباب صحيه فهمتي، اللي عندهم مثلا امراض مزمنه كياخذوا بحال امراض القلب وكياخذوا ادويه اللي كتجري الدم بحال الاسبيرين ولا زونتيكواغيلون، هادو ما خصهمش يمكنوش يديروا العمليه حتى يوقفوا هذوك لي زونتيكواغيلون باذن او الاسبيرين باذن وباستشاره تاع الطبيب القلب اللي مقابلهم، اللي عندهم بعد الامراض مزمنه بحال لكن شي مرض تاع السكر اللي ماشي مستقر اللي طالع هو باش ما يمكنش يكون تعفن، ولكن يعني ما كاينش شي امراض القلب والشرايين انا قلت لك ماشي في الحقيقه ماشي خص كل حاله خص سويفي بعد ديال الطبيب، كل حاله كتخاد بعين الاعتبار حيث كيكون استشاره مع الطبيب مع الطبيب اللي متبعهم في القلب باش كيعطينا الراي ديالو، واش يمكننا نوقفوا داك الدواء اللي هذا، واش يمكننا نستعملوا واحد المواد كتسمى الادرينالين كنستعملوها باش ما كيسيش الدم الى اخره، فكيكون استشاره مع الطبيب. شكرا لك بروفيسور صلاح الدين سلاوي، ان شاء الله الاسبوع الماجي راك معنا، اكيد المواضيع غتجدد وغتنوع ودائما على التجميل. حاملوا لنا بروفيسور صلاح الدين سلاوي، شكرا لك. شكرا.